ممكن حضرتك توجه كلمة أطفال مصر؟ أطفال مصر أنتوا مستقبلنا، أطفال مصر أنتوا لازم تحبوا بلدكم، أطفال مصر أنتوا لازم تكونوا أحسن أطفال في الدنيا وما تقلدوش حد. إحنا كمان كنا بنبص لبلدنا بمحبة وبقينا موجودين فيها. لازم تتعلموا كويس جدا جدا جدا، لازم تكونوا يعني عارفين أنتوا عايزين إيه، وكمان يعني مفيش حاجة مستحيلة. إذا في حاجة بابا وماما ما عرفوش يجيبوها لك دلوقتي، تصبري عليها علشان إزاي توصل لها بعدين في أي فترة من مراحل عمرك. فالمصر بنحبكم جدا جدا جدا، أنتوا مستقبل مصر. شكرا لحضرتك يا نايا، أنا بشكرك جدا. استنونا في حلقة جديدة من برنامجنا لقاء للمستقبل.